نتابع من هو أفضل لاعب بالجولة الأولى من الدوري الكروي الممتاز. أعتقد بأن مهاجم فريق الطلبة حسين عبد الله يستحق لقب الأفضل في هذه الجولة بعد أن تمكن من تسجيل هدفين وهو اللاعب البديل ليحقق فوزا مهما. محمد علي عبود اللي قدمه في هذه المباراة من أروع ما يمكن، لم يخطأ طيلة المباريات ولو بمناولة واحدة، هو الذي صنع واحد من أجمل الأهداف اللي سجلها اللاعب المحترف المهاجم كريس. قدم مستوى محمد علي عبود مستوى ملفت من خلال عملية تمركز قطع الكرات وثم تمرير، كان تمريرات البينية يعني مؤثرة بشكل كبير، ولهذا اختار محمد علي عبود أفضل لاعب. زيدان عبد الجبار لاعب نادي كربلاء اللاعب الأبرز في هذه الجولة لما قدم من مجهودات وتسجيل هدف حاسم بالدقيقة 95 رجح به كفة كربلاء. من خلال هذه الجولة شفت محمد علي عبود هو الأبرز نوعا ما، رجع إلى مستواه الحقيقي من خلال اليوم صناعة الهدف الأول وتأثيره بالمباراة، كونه اليوم قدم مستوى رائع وجيد. بوجهة نظري أفضل لاعب في هذه الجولة اللاعب حسين عبد الله لاعب نادي الطلبة بسبب تسجيله لهدفين، وكذلك في وقت المباراة عصيب جدا كان متأخرين بهدف ويحتاج لاعب بالبديل، يحتاج إلى تركيز ذهني عالي، فأعتقد يستحق الجائزة. إذن نبارك للاعب القوة الجوية محمد علي عبود اختيار أفضل لاعب بالجولة الأولى من قبل محللي الدوري الكروي، وأيضا نبارك لحسين عبد الله لاعب الطلبة وزيدان عبد الجبار لاعب كربلاء اختيارهم ضمن أفضل ثلاثة لاعبين بالجولة الأولى من الدوري الكروي الممتاز. رأيك؟